اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد السؤال غريب واحد شويه ديال كيفاش نحبس الضحكه في القسم. غادي نجاوب عليه في هذا الفيديو، دونك ما تنساش تابونا ونتلاقاو مور هذا الاعلان. مرحبا بك في الاعلان ديال كورس الاجتماعيات. الى عندك السيزيام اولى باك علمي او لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك الماده متكامله وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، او لا تدخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. فالضحكة في وسط القسم يعني كتكون ما كتقدرش تتحكم في راسك، وكيوقع لك واحد البلان ديال يعني تقدر كاع الاستاذ يتخاصم معاك ما يحطلكش نقاط مزيانة ويقدر يحقد عليك ولا شي بلان. دونك كيفاش تحبس الضحكه الا كان شي موقف تيضحك هكا؟ حنا كاملين شي ضحكه هيستيريه راه ما تنقدوش نتحكموا فيها، مي كاين بلانات اللي تقدر تتحكم في الضحكه ديالك يعني في وسط القسم وما ديرش هذا الغلط هذا، واللي هي انك تعض لسانك فين ما بان لك شي موقف تيضحك ولا شي حاجه وما قدتيش تحكم في راسك. عض لسانك، الا عضيتي لسانك ما غاديش الضحك غادي تحاول تكتمها بجد. هاد البلان اللي كنقول لاي واحد يديرو باش ما يتنقصو ليش النقط في الشفوي وفي يعني النقطه ديال القسم وداك الشيء. الا كنتي كتعاني من هذا المشكل، كاين اللي تيعاني من هذا المشكل ديال انه تيتفكر مثلا شي لقطه ولا شي نكته ولا شي صاحبه ولا شي حاجه، ولا في القسم نيت كيسمع شي حاجه ولا هادي تجي الضحكه. دونك هادي نصيحه، عد لسانك وفوالا، كانت هادي هي النصيحه ديال اليوم. ما تنساش تفولوني، نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء.